صباحنا مكمل معكم مشاهدينا وبفقرتنا الحواريه الثالثه. اليوم رح نحكي عن الفن التشكيلي اللي هو دائما بيكون من الفنون الجميله والرافعه اللي دائما بتوصل رساله انسانيه او ثقافيه او حتى اجتماعيه وبتترجم ما يجول في خيال الفنان على شكل لوحات من خلال الريشه وال يعني المساحه البيضاء اللي بتكون قدامه من خلال لوحات ايضا معبره. كان في ملتقى فسحه امل بلوحاته الفنيه المعبره والالوان ايضا المتمازجه اللي هو كان اكثر تعبيرا عن الواقع بفترة الزلزال. رح نحكي أكثر عن هيدا الملتقى معنا بالاستديو الفنانة التشكيلية رنا اسبر. بنقول لك يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يا هلا. وأيضا الفنانة التشكيلية رنا مجارسي، أهلا وسهلا فيك رنا. يسعد صباحكم يا رب. أهلا أهلا وسهلا فيكم، نورتوا صباحنا. الله يسلمك. بداية نحكي عن الملتقى، الهدف منه؟ الهدف كان انه نعمل مشروع، انه طبعا بالتوجيه من وزاره الثقافه واللي كان مشرف علينا الاستاذ اسماعيل، شغل بلوحات، لوحات بتحكي عن الزلزال بحكم انه كان بفتره قريبه، ونطلع بنتاج فني يعني بعدد كبير من اللوحات، كل فنانه بتشتغل لوحتين وبنقدمهم نحن، بتاخذ قسم منهم الوزاره يعني. تمام. يعني اذا بدنا نحكي تفاصيل اكثر عن هذا الملتقى، كيف كان التحضير له؟ يعني الدعوات لمين تمت؟ المشاركين اللي كانوا ضمن هذا الملتقى مين كان؟ طبعا هو برعايه وزاره الثقافه والاستاذ اسماعيل توتنجي هو اللي رشحنا، كنا 15 فنانه. كان الاعتماد هو طبعا بتقييمه للفنانات، ونحن كنا مشاركين يعني. فكان هو تحت عنوان فسحة أمل اللي بيحكي لوحة لوحتين، واحدة عن الزلزال والثانية انه عن الأمل يعني. فكان تنوع فكري يعني من كل فنانة موجودة، وننقل يعني صور واقعية او تعبيرية من خلال اللوحة. كثير حلو. عدد المشاركين بهذا الملتقى كنا 14 فنانة مشاركة. كل وحدة شاركت فينا بلوحتين، كله عناصر نسائية. تقريبا صدفة يعني صدفة. هو يمكن نحن النساء بشكل عام بنحب الأمور الفنية يعني كثير، فممكن هذا سبب. تمام. كيف كان الأجواء خلال الملتقى؟ كيف كان بشكل يومي تلتقوا لحتى تنجزوا أكبر عدد ممكن؟ هلا كان بشكل يومي في عنا دوام، يعني يعتبر مثل دوام من الصباح للساعة 6. طبعا نحن ما عنا ملزمين بوقت محدد، بالوقت اللي نحن بنشوف حالنا فاضيين فيه فينا ننزل على المتحف الوطني ونشتغل باللوحات الموجودة هناك، طبعا هي اللي مقدمت لنا اياهم الوزارة. وكان كثير في جو حلو وتفاعل، تبادل خبرات، اصدقاء كثير كانوا، يعني الجمعة معهم كانت حلوة انك تتعرفي على فنانات ثانيات وتاخذي منهم تستمدي خبرة. حتى الأستاذ إسماعيل كثير فادنا بهذا الموضوع. تماما. يعني رنا دائما لكل فنان في له بصمته الخاصة، وكونه طبعًا. كان يعني هون المطلوب هو تعبير عن الواقع، عن الحدث اللي عشناه نحن من فترة. فهون وجودكم بمساحة واحدة بمكان واحد قديه كان هيدا الشيء مهم، لها تبادل يمكن الخبرات أكثر لحتى تتعرفوا أكثر، ممكن يعطيكي فكرة أنت تعدلي فيها لوحتك أو هي تبلشي فيها اللوحة الثانية اللي بدك ترسميها. يعني هو العنوان ملتقى، يعني نحن كنا عدة خبرات يعني متواجدة بكل واحد، عنده بصمة، عنده رأي، عنده فكر يعني، ومن خلال العلاقات الموجودة إجباري يعني. مثلا أنا بدي أشوف لوحة رفيقتي بدي أسألها مثلا عن هذا اللون أو هي الفكرة، أنا برأيي كذا، هي بنرجع إلى تبادل خبرات. بس نحن كفنانين في عنا رسالة يعني نحن بدنا نوصلها من ضمن هذا الملتقى، يعني كيف كل واحد بده ينقل فكرة، ممكن نساعد بعض بالأفكار بغض النظر انه طريقة الالوان، طريقة المزج، الاسلوب الرسم، هيك يعني كان. هلا نحن عم نتابع اللوحات. هلا هون اي لوحتي انا اخترت موضوع الاطفال، مثل ما حكيت سابقا يعني انا بختار الاطفال لانه المشاعر رح تكون حقيقية بتظهر على الوجه. هاي اللوحة رسمتها وانا عم ارسمها كثير، يعني كان شعور بتعرفي محزن جدا يعني صعب. بس كامانه انه نحن فنانين بدنا ننقل الواقع، هي صوره واقعيه شهدناها نحن كثير يعني، كانت صوره متناقضه. بس انا كفنان يعني ما فيني انقلها نفس الصوره، بدي اضيف احساس يعني انا شو اللي حاسه، شو عم اشعر، شو الانطباع. مثلا انا ما قبلتها تكون ناشفه ابدا، فضفت الزهور والورد اللي هون تحت، هو بالواقع ما هو موجود تمام. بس انا ضفته يعني، ضفت الورد، ضفت اللون الاخضر،
حطيت ألوان حارة، وأهم شيء أنا حطيت العلم السوري إنه هي ضمن بلدنا يعني. بدل نجمتين اللون أخضر أنا حطيت عيون سوريا عم تبكي على الشيء اللي صار يعني. فهذا كان نوع تعبيري يعني، فأنا اختلطت لوحاتي بين انطباعي تعبيري، فهيك يعني. اللوحة الثانية، هاي اللوحة شاركت فيها بالملتقى الماضي إضاءات لونية، فينا نعتبر مثل مقارنة بتصير هاي، إنه أنا عبرت عنها بالحياة، الحياة جميلة يعني، فضفت الألوان الحارة والألوان الباردة. اللوحة جميلة كملامح جميلة، فأنا عبرت عنها بالحياة، فهون فينا مثل نعمل مقارنة قبل الزلزال وبعد الزلزال مثلا، نرجع نقول إنه نقل الواقع يعني هيك. تمام، قد ايه مهم هذا الموضوع إنه ننقل الواقع دائما، ل يعني نحسس هذا الجمهور إنه نحن عم نوصل لك حتى برسوماتنا وبلوحاتنا. هلا المهم إنه نحن بالأساس الفن هو عبارة عن حركة شعورية، بتطلع الشيء اللي جواتك، إنه تعبري بشيء بالالوان بالرسم، فانه مهم انه نحن نعبر عن الواقع اللي نحن مرينا فيه، ممكن نطلع الشيء السلبي اللي نحن عشناه من خلال اللوحات اللي اشتغلناها بخصوص الزلزال، وبخصوص نحن يعني بضل عنا شيء اسمه امل بالحياه، كمان انه حبينا نعبر بشغلات حلوه كمان، انه في امل لسه موجود وباقي بهي الحياه. اللوحات هون نحكي عنهم، هي لوحات عامه كانت ضمن الملتقى للجميع المشاركين. لجميع المشاركين كان في خطوط اساسيه بالملتقى انه نحن لازم نرسم هيك او هيك ولا لا؟ لا هي كان لا. في حريه كان يعني حر. كل واحد شو في اسلوبه وشو في انطباع حابب يضيف يعني، كان حر هو باي طريقه رسم. انا هون اللوحه تحت عبرت عنها بالقبل ايوه ولا هي؟ لا هن لوحات عامة بس يمكن عم نعرض اللوحات بشكل عام لكثير أيوة. كانوا مشاركين يعني مع بعض. هاي اللوحة تحت هي المرأة الريفية. حلو. فانا هذا موضوعك الثاني كان موضوع الثاني يعني، دائما انا برجع بقول لكم انه هو الفن رساله متوارثه ضمن الاجيال، فانا بتحسي انه دائما اي شيء متاصل فينا التراث. هيك مثلا انا المراه الريفيه حبيت انقلها بطريقتي انا، مثل ما انتبهتوا على الملابس فيها نمنمات يعني، انه هي دائما تراثنا كان يعتمد على النمنمات، الالوان المفرحه هي الالوان الحاره يعني، مثل انه شال وورد وهيك يعني، بس الملامح ما شرط تكون المرأة الريفية انه ملامح لون العيون اسود او انا حبيت اضيف لون الاخضر مثلا هيك. تماما يعني. تمام حلو. يعني هون لما بتشوفوا النتاج الاخير يعني كمشاركات عنده فنانات لكم ولزملائكم، النتاج الاخير رنا بهيدي اللوحات، كيف يكون الانطباع بعد ما بيخلص الملتقى وكل حدا بده يعرض النتاج له؟ صراحة النتاج كان كتير حلو، أنا كان بالنسبة إلي ملفت يعني، كانوا الصبايا كتير شغلهم مميز اللي كانوا مشاركات، طبعا إحنا 14 صبية والكل كان شغلهم مميز وحلو يعني، وبتحسي في كل وحدة إلى شيء من روحها ضمن اللوحة عم تعبر عن شيء حلو جواتها يعني ضمن الشيء اللي هي مشتغلته. تمام هيدي اللوحة، هيدي اللوحة. ما اشتغلت ضمن هذا الملتقى، لوحة بتعبر عن المرأة، عن السحر، عن الجمال، إنه المرأة هي أكتر شيء بياخد عقلها هو الورد وبيسحرها. تمام حلو حلو، دائما الواحد يعني لازم كمان يكون في جانب مضيء حتى لو كان الواقع شوي صعب. هاي اللوحة شاركت فيها بمعرض الفنون التشكيلية، كمان حبيت أعبر فيها عن طغيان الروح اللي هي العين، هي مرآة الروح، حبيت يكون حجم العين كبير وواضح، واللي هو يطغى كل التفاصيل الموجودة باللوحة. كمان في ورد، قد ايه بتحبي الورد؟ كثير حلو. هي الالوان كمان عم تكون هون عم نشهدها اكثر. هون نحكي عن هيدي اللوحه، هاي اللوحه شاركت فيها ضمن فسحه امل، حبيت سميها امل لانه حبيت اعبر فيها بالطفل اللي حامل نبته، النبته اللي هي بالاساس زرع جديد وحياه جديده بامل جديد، طبعا الطفل هو اللي حاملها لانه الطفل بيرجع على فطرته الاساسيه اللي هي نحن كلنا البشر مفطورين عليها هي الامل. كم يوم استمر الملتقى رنا؟ يعني انتم عم ذكرتوا كل حدا فيكم شارك بلوحتين، فبدهم وقت هدول اللوحات يعني، وقت لتجميع الافكار للبدايه للخطوط الاولى، وفي لوحتين كمان. مده الملتقى كانت اسبوعين، لمده اسبوعين يعني، بس نحن كان متحكم فينا الوقت يعني، انه اهم شيء نحن ما كنا ملزمين يعني انه لازم تجوا بهيك وقت يعني، بس نحن انه شوفي عنا نقدر نجي بهذا الوقت الصبح او المساء، فتوزعت ضمن اسبوعين هاي اللوحتين.
اللوحات لازم يكونوا مرسومين عم يتم رسمهم بالمتحف يعني بالمتحف نفسه ما بيصير تاخذوه لا لا ابدا ممنوع ممنوع لانه الاشراء الاستاذ اسماعيل هو المشرف علينا وهو عم يشوف شغلنا يعني بيتابعنا كان وقت كافي لانهاء اللوحتين بافكاركم كنتوا رجالين عن النتاج الاخير اكيد الحمد لله رب العالمين كان كثير الجو حلو حتى يعني وبتحسي كمان مكان فيه خضار وشجر واشياء تراثيه بتحسي المكان حتى حلو بيساعدك انك تطلعي الشيء الحلو اللي جواتك هي الجمعه يعني هي الملتقى كمان انه الاصدقاء حواليك والاجواء قعدات والحكي وهيك غير انه لما بتاخذي انت مرسمك خاص فيك يعني صحيح تمام هون يمكن هذه الاعداد كمان نحن فينا ناخذها لمكان ثاني ونحن نستفاد من خبرات بعض ومن افكار بعض شو في شيء جديد بهيدا الفن وشو في ممكن افكار تطرأ جديده خلال اعدادنا هلا انا من فتره كنت عم احكي مع الاستاذ اسماعيل عم بقول انه ممكن نحن انه في جمعيات خيريه ندخل نحن ككادر يعني فنانين نرسم البسمه للاطفال بغض النظر يعني الاطفال اذا كانوا يتامى او جمعيات خيريه يعني اي طفل تحت عنوان اي طفل فينا نرسم بسمه على وجه طفل من خلال اعطاء درس الرسم او نعطيه مجال يعبر عن رسمه لانه هي اصدق الرسوم هي رسوم الاطفال مثل ما بنعرف نحن فممكن هي فكره يعني بس كمان هيدي اللوحه لك رنا فيها ورد صرنا نميز لوحاتك هلا لوحه فيها ورد وورد كبير واضح يعني هيدي بتقول لك هون شو عبرتي رنا حبيت فيها اعبر عن افكار المراه اللون الورد اللون الازرق اللي بيشمل البحر والسماء اللي بيحوي السكون والعمق والهدوء والراحه اللون الاصفر اللون اللي فيه شيء من الحلاوه حتى من رحيق حتى بنشوف فيه نحله يعني في رحيق في عسل يعني انه دائما شيء اللي براس المراه هو كثير شيء هادي وشيء حلو كثير حلو يعني كثير حتى عم تعبر عن المراه باشياء يعني يمكن جميله دائما ايجابيه اكيد مهم دائما يكون هيدي الايجابيه إيجابيين. موجوده بلوحاتنا كثير مهم لانه هذا الشيء انت عم تعكسيه بتفرجيه للعالم فالعالم بتحب دائما انه يعني من بعد شوي عن السلبيه من بعد شوي عن الحزن عن الاسى اللي عم نمر فيه بالاسف بظروف الحياه يعني فهي شيء بدعونا لانه نتفائل في شيء حلو عم بيصير في شيء حلو عم يتم انتاجه فهذا الشيء بيخليكي تتفائلي بانه في شغلات حلوه جايه ان شاء الله يا رب تماما رنا يعني شاركتي بلوحتك الاولى اللي شفناها هلا انه هي كانت عن الطفل وعم انه نبته جديده يعني بدايه لحياه جديده اللوحه الثانيه كانت عن الام وابنها بتحكي عن الامان المتبادل بين الام والابن الام ما بتحس بالامان بعيد عن اطفالها والطفل كمان ما بيحس بالامان الا على صدر امه تمام بملتقى فسحة أمل من العنوان يمكن كان لازم يكون في شيء وصلتوا له من النهاية خلينا نحكي عن نتاج العمل ككل كيف كان هل كان في يعني مثل ما ذكرنا كان في يمكن لوحة بتعبر عن الواقع ولوحة فيها أمل أيوة كل الصبايا كانوا هيك عم بيشتغلوا على هذا الأساس تماماً كان هيك يعني إنه كل فنان بطريقته الخاصة يعني ضاف شيء من الأمل يعني هلا ممكن في فنانات اتبعوا اسلوب اللعبه من خلال الالوان حطوا الوان مفرحه يعني وحطوا افكار اضافه للوحه هي واقعي بس ضافوا شيء مثلا في عندك فنانات رسموا عيون انه هاي العيون الماضي نحن بدنا نزيلها نحطها على جنب مثلا بحكي عن لوحتي انا ضفت مثل ما قلت لكم الورود وما قبلت يعني انه تكون هيك انه الا بدي اضيف شيء يعني وباللوحه الثانيه مثل ما حكيت المراه الريفيه هي عباره كمان ام يعني وما شرط تكون ام كمان امراه قويه يعني انه في امل دائما هيك يعني حتى الاطفال نفسهم فيهم امل نحن احيانا بناخذ الامل من الاطفال تماما بعد اسبوعين من هيدا الملتقى اللي كنتوا فيه يعني من نتاجه عرفنا كيف كان الانطباعات اللي كانت ضمن هيدي الاجواء اللي كنتوا موجودين فيها بالمتحف الوطني الحمد لله كانت بحضور السيد مدير وزاره الثقافه مجد صارم اجى وحضر وشاف اللوحات كان في اقبال من الناس كثير حبت الشغل طبعا كان في ضمن الفتره كان في مقابلات واجت اكثر من محطه اذاعيه كمان شافوا الشغل فكان نتاج منيح يعني الحمد الحمد لله وانه لاقى اعجاب وقبول من الناس اللي حضروا حتى في لوحات لزميله لنا يعني كانت واقعيه لدرجه كبيره يعني لاقت كثير انه حاسين كانه صوره حقيقيه قدامهم يعني
هذا يمكن الحلو بالفن، دائما نحن بحالة تطور، ودائما نحن بحالة يمكن بحث عن اشياء جديدة نقدمها لهذا الجمهور اللي هو ناطر مننا كثير اشياء حلوة. بالمعارض دائما يمكن بنشوفها لهذه الحالة. نحكي عن المعرض، كيف كانت حتى الآراء؟ هلا المتلقي امام كل لوحة طبعا اختلاف شخصية الانسان من شخص لشخص، في منهم هواة لعدة طرق بالرسم، في عالم مثلا ما بتحب هذا الاسلوب الرسم اللي مثلا اسلوب تكعيبي، يعني نحكي عن هذا النوع، بس هواة لشخص ثاني ايه بيحب هيك اسلوب. فهون بيعود الموضوع لكل شخص متلقي، بيشوف اللوحة بيشوف فيها ترى فيها انسجام مفرحة مثلا متقنة. خدمة موضوعي اللي هو تحت عنوان فسحة أمال، خدمة موضوع الزلزال يا ترى، انه نحن مو نقلنا بس واقع، ضفنا شيء يعني للوحة. تمام. حسب كل شخص حسب كل متلقي يعني، بس كانت نالت رضا يعني، كان في رضا بشكل عام يعني. حلو. مشاركاتك رنا يعني نحكي عنها بشكل عام، وايضا قادم الايام شو عم تحضروا؟ هلا انا شاركت بالملتقى السابق كان فضاءات لونيه مع الاستاذ اسماعيل والملتقى هذا، وطبعا عم شارك بالمركز الفنون التشكيليه كل كمان 6 شهور او سنه بيقام معرض كمان عم شارك فيه. اكيد بتمنى اني اقدم على النقابه واخذ شهاده نقابيه، وان شاء الله لقدام يعني مع الايام اذا بصير نقدر نعمل معرض خاص فينا، شغلنا نعرض فيه نتاجنا والشغلات اللي نحن عاملينها. ورنا هلا على مستوى شخصي يعني انا بحب كمان نفس الموضوع، فكره الموضوع يكون معرض فردي يعني اتناول فيه عده مواضيع بتخص بلدنا سوريا يعني. على مستوى عام دائما بحب بتمنى يعني انه يكون، برجع بقول لكم، كونه الفن رساله، انه يكون قادره اني اوصل للعالم بشكل عام يعني اي شيء بيصير ببلدنا اقدر اوصله بطريقه بتخص الرسم يعني، بمعنى بخص الرسم او بالفن يعني رساله. ايوه برجع بقول لك رساله. تمام. اكيد نورتوا صباحنا، بتمنى لكم التوفيق بكل شيء عم تعملوه، وان شاء الله بنشوف معارضكم ان شاء الله يا رب المستويات العاليه، معارضكم الفرديه والجماعيه كمان يعني لها رونقها كمان واثر الحلو بقلوبكم وبقلوب الناس كمان. اكيد اكيد هي اهم شيء. شكرا لكم، نورتوا صباحنا.